أخت سعودية تقول أنا ابتعثت أنا وزوجي للدراسة في كندا. طبعا تقول أنا رايحة أحضر الماجستير والدكتوراه وزوجي كذلك. وانتظمت حياتنا في كندا. تقول كنت أتردد على المركز الإسلامي يوم الجمعة أصلي الجمعة بحكم أنه دوامي يوم الجمعة قصير ويمديني أني أروح للمركز الإسلامي وصلي فيه. المركز الإسلامي تعرفون يجمع كثير من الجنسيات الكندية وغير الكندية موجودين في هذا المركز الإسلامي، يجتمعون مثل الأسرة الواحدة سبحان الله، يصلون ويكون في تدريس للأطفال القرآن والتجويد وكذلك الكبار يعني، ويجتمعون خصوصا في رمضان، يستمتعون في رمضان لما يجتمعون مع بعض. أختنا هذه تقول في يوم من الأيام في يوم جمعة في شعبان لمحت واحدة غريبة دخلت للمركز الإسلامي. الواحدة هذه جميلة جدا، ملامحها ملامح خليجية، جمالها عربي خليجي، لكن معها طفلين توأم، ولد وبنت كنديين أعمارهم تقريبا 3 سنوات، جميلين جدا شديدي البياض وعيونهم خضر. الشيء اللي شدني أنه هالطفل والطفلة ينادونها يقولوا لها يا ماما. أنا استغربت ومشيت الموضوع. جاء رمضان، طبعا أنا أشوفها كل فترة ولا ينقضي عجبي من المنظر. لما جاء رمضان في 5 رمضان صلت جنبي التراويح، ولما سلمنا من الصلاة سلمت عليها وانصدمت وتفاجأت. المرأة سعودية، الأخت هذه سعودية، معروفة اللهجة ومعروف الأسلوب. سلمت عليها وشلونك، عساك طيبة، بشرين عنك، الله يحييك، ما شاء الله، أنا لمحتك أكثر من مرة هنا وكذا، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا فخورة فيك وفرحانة فيك والله. تقول هي بدأت تسلم علي وتسولف معي، ثم لاحظت إنه الأطفال يجون لها وتحضنهم وتأخذهم. أنا استغربت كيف سعودية وأبنائها بهذا الشكل، هل هم أبنائها فعلا؟ تقول فقلت لها ممكن أسألك سؤال يا أختي؟ قالت تفضلي. قالت الطفلين اللي معك هذولي مين؟ قالت هذول أبنائي، هذه سارة ومحمد. ما شاء الله أولادك؟ قالت إيه. قالت وانتي شو اسمك؟ قالت أنا اسمي ريم الفلان. قالت الله يحييك يا أخت ريم. تقول طالعتني قالت لي عندك تساؤلات صح؟ قالت والله يا ريم تساؤلات مالي راسي. قالت ما عندي مشكلة أقص لك، عندك وقت تسمعيني؟ قالت إيه والله عندي وقت. تقول أنا الفضول ملأ قلبي، أبغى أعرف إيش قصة هذه ريم. تقول فعلا جلسنا ندردش أنا وياها، قالت لي ركزي معي في قصتي اللي بقولها لك. تقول قلت تفضلي. قالت أنا ولدت لأب طبيب وأم مديرة مدرسة، وأنا بنتهم الوحيدة. من يوم طلعت على الدنيا وهم يحبوني ويدللوني ومعيشيني ملكة، اهتموا بدراستي، كبرت وترعرعت وأنا الحمد لله متفوقة حساسة ورومانسية. وبعدين تخرجت من الثانوي، ولما تخرجت من الثانوي كلمني أبوي وكلمتني أمي وقالوا لي يا ريم ودنا أنك تكملين دراستك برا وتروحين تدرسين برا، لو تدرسين على حسابنا لكن الدولة موفرة لك الدراسة، فوش رايك؟ تقول أنا وافقت، ما عندي مانع، حلو أني أدرس برا ما عندي مشكلة، بس كيف بروح برا وشلون بروح برا؟ فقالت لي أمي
يا بنتي أنا بتقاعد، أنا ماني محتاج الوظيفة وسني يمكنني من التقاعد المبكر، فبتقاعد وبسافر أنا وياك وخالك فلان. خالك فلان ما عرف يكمل الجامعة هنا في السعودية في الرياض، فأنا باخذه واخذك ونروح كندا وتكملون دراستكم هناك وأنا أكون معكم. تقول قلت يا أمي يسعدني ويشرفني ويفرحني ويدخل السرور على قلبي إن حنا نروح مع بعض.